أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما تزال الفلوجة تشهد عودة أهلها بالرغم من النقص الكبير في الخدمات الأساسية ومتطلبات العيش. أكثر من 300 عائلة عادت قبل أن يتوفر الماء والكهرباء، واعتماد المدينة على فرنين ومحلين تقدم إنتاجها مجانا لترغيب الناس بالعودة. العوائل العائدة عاشت في مخيمات، عاشت أياما أصعب من أن توصف بالصعبة، وما زال آخرون يعيشونها، إلا أنهم منهكون ولم يعد في قلوبهم متسع جرح جديد، متخوفون من العودة لما لاقوا في حالهم وفي حلهم وترحالهم من جوع وقصف، ثم رحلة نزوح بين نيران داعش وانتهاكات الميليشيات حتى وصلوا إلى المخيمات فوجدوها مكتظة، فباتوا ليالي وأياما في العراء. توسد أطفالهم الحصى وافترشوا التراب وعجزوا عن توفير أي ستر ينسدل عليهم. هؤلاء هم أهل الفلوجة، هؤلاء الكرام بنو الكرام، أهل المضايف والمواقف، وهذا ما جرى بحالهم. لم يعد في القوس منزع ولم يعد في الصدر متسع. إحجامهم عن العودة ليس بطرا، ولكن عرفوا أن طاقتهم على تحمل المزيد منعدمة. من نزح منهم منذ بداية الأزمة مضى وعانى العوز والإهمال 3 سنوات، ومن نزح في نهايتها تجرع عصارة همها وغمها ورعبها وقصفها وجوعها الذي لا يرحم. هذا الوصف الذي لا يمكنه بلوغ المعنى يطرح سؤالا على لسان النازحين: هل نطالب بعد كل ذلك بتضحية جديدة؟ ربما يبقى لصمودهم الذي زرعوه وسوقه بماء الصبر، ربما يبقى له ثمر يستحق كل ذلك العناء، وربما تجود عليهم السماء بعدما أجدبت لسنوات طوال. لكن النازح الذي يروم العودة يريد ضمانا بأن الخدمات ستعود إلى المدينة، وأن يد العون لن تمنع أحدا من الوصول إلى مدينته المحاصرة، وأن داره المقصوف أو المحروق أو المسروق سينال حقه من التعويض. ابن الفلوجة بعد كل ما عانى يحتاج إلى مصداقية تكون جسرا بينه وبين المسؤولين، فما عاد يثق بأي كان بعدما ناشد الضمائر فوجدها نائمة وصرخ بأعلى صوته فلم يعد إليه غير صداه. مستوى الخدمات وسرعة الإنجاز هي الحل الوحيد لإعادة النازحين إلى ديارهم، وهي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة للحديث عن عودة النازحين إلى الفلوجة ومناقشة أبرز حاجياتهم داخل المدينة وسبل توفيرها. إذن رسائل التطمين التي تبعثها الحكومة المحلية في الأنبار والمجلس المحلي في الفلوجة وقائم مقاميتها هي الوسيلة الوحيدة التي تدفع النازحين إلى العودة إلى مدينتهم، وبالتأكيد المواطن يريد ملموسات لا وعود، يريد أن يرى على الأرض، لا يريد كلاما فقط. وما يجري الآن في الفلوجة من جهود تبذل لإعمار المدينة هي جزء من هذه التطمينات. نشاهد مشاهدينا الكرام مجموعة من الصور المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الصور تبين عودة الكهرباء والماء إلى المدينة والعمل الجاد من قبل الموظفين لإعادة الحياة إلى المدينة. هذه الصور تصل إلى قناة الفلوجة لنعرضها لكم ولترونها بأن المدينة تحاول العودة من جديد، تحاول أن تبني ما دمر، تحاول أن تستعيد نشاطها، تحاول أن تكون مدينة طبيعية كما كانت في السابق. يعني هذه الصور تصل استمرار عمليات تصليح شبكة المياه والصرف الصحي، وكذلك هناك صور لدخول قناني الماء والغاز والمواد الغذائية وغيرها إلى المدينة، وكذلك جهود تنظيف المدينة وحملات تطهيرها ومن العبوات الناسفة وغيرها مستمرة. هناك عمل جاد من قبل الأهالي حتى بدون مقابل، هناك من يريد أن تعود المدينة إلى سابق عهدها، يريد أن ينسى ضنك العيش الذي رآه في المخيمات والذي عاشه وعاناه
مخيمات ونزوح وصرف من الدولة، وكذلك هذه الأمور يريد أن ينساها المشاهد، يعني يحاول أن يعمر مدينته التي لاحها الإرهاب ولاحها الدمار والخراب. هناك صور لمشاهدينا الكرام لأحد الجوامع في حي نزال، المكان معروف لدى باقي الأهالي في الفلوجة، وهي المساجد. المساجد بدأت حملة إعمارها. هناك صور لجامع، هذا طبعا جامع الحاج نزال، وهذه الصور تظهر إعادة إعمار المسجد من قبل أبناء المدينة العائدين. ومن رسائل التطمين أيضا دعوة قائم مقام الفلوجة الشباب الراغبين بالعمل ضمن حملة إعادة تأهيل المدينة ورفع بعض الأنقاض من المناطق المسموح بالدخول إليها، يعني دعوات من قبلهم للشباب العائدين للعمل في المدينة. الدعوة تبين أن العمل يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر عدا يوم الجمعة، ويتقاضى العامل مبلغ قدره 128 ألف دينار أسبوعيا. والقائم مقامية بحاجة كما أعلن قائم مقام الفلوجة إلى 300 عامل، ومكان التسجيل في مقر قائم مقامية الجديد قرب مجسر الرحمن قرب مطعم قيس. إذن مشاهدين الكرام، هذه الصور ننوه من جديد أنها تصلنا من مدينة الفلوجة لحملة إعمارها ولعودة الأهالي النازحين ولعودة الحياة إليها. طبعا الفلوجة بدأت تشهد رجوع أهالي المحلات وكذلك الناس الذين يحاولون إعادة المياه وما إلى ذلك. هناك مبادرة أخرى من عضو مجلس محافظة الأنبار السيد جاسم محمد العسل، تقول يزف السيد جاسم محمد العسل بشرى لأهالي حي الجولان ويعلن اقتراب عودتهم، فعلى أصحاب المولدات والأفران في حي الجولان وحي الأندلس أن يرسلوا مستمسكاتهم إلى مكتب الأستاذ جاسم العسل عبر الفايبر الخاص بمدير مكتب العسل الإعلامي. المستمسكات المطلوبة إجازة الفرن ومستمسكات صاحبه ومستمسكات صاحب المولد والمشغل وعنوان الفرن والمولد. إذن هذه المبادرات من أعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس المحلي. هناك إنجاز كبير من قبلهم، هناك خوف على المدينة من أن تعيش ظلاما جديدا كما كانت في السابق. مشاهدي الكرام، قناة الفلوجة مستمرة معكم في التغطية وفتحت هذا المنبر لاستقبال آرائكم ولنرى ما مدى العمل على إعادة النازحين بالشكل المطلوب. إذن نشاهد هذه المادة ثم نعود إليكم. الرحمن الرحيم، اليوم الخميس 25/9/2016، محطة مياه أرض الخير اللي على شارع 40. صاحب المحطة جهود مشكورة، عنده يوزع مي ببلاش جزاه الله خير، يقول اللي عنده ترمس دبج جليكان اي شيء يجي ترس مي ببلاش ويسافر. هذا بالمحطه وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بلشت افتتاح محطه ارض الخير من يوم الجمعه الماضيه وتوزيع مجاني لحد يوم الجمعه القادمه ان شاء الله. توزيع مجاني كافه العوائل ودوائر الدوله والخدمات عامه بالفلوجه. عندك دبه، عندك جليكان، عندك ترمس، احنا حاضرين، وعندنا سياره ان شاء الله من يوم غدا راح تكون توزع من المحطة إلى الأحياء بها العوائل اللي هي جغيفي شرطة العسكري قاطع الشمال الشرقي. بالضبط إن شاء الله، وإحنا حاضرين ونريد نخدم هاي المدينة وبجهود أخونا قتيبة وجهود الأجهزة الأمنية، وإحنا حاضرين لأي شيء لأهل الفلوجة. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، يسلمك ويحفظك يا رب. ونقول هذا أحد المواطنين، طبعا هذا أحد المواطنين ده يتكلم، ونقول له أن أهل الفلوجة ارجعوا إن شاء الله الخير كثير ان شاء الله، وان شاء الله تعود بسواعدكم وتعود. عم نرجع ونبنيها، نرجع ونعمرها باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ويكم عين ابو من الشام. اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وينضم معنا السيد شلال الحلبوسي عضو مجلس محافظه الانبار. مرحبا بك سيد شلال، ما هي طبيعه الخدمات التي يقدمها مجلس محافظه الانبار للاهالي العائدين الى الفلوجه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم الكريمة. أهلا بكم جميع المشاهدين الكرام. الحقيقة حكومة الأنبار المحلية مستنفرة في كل قواها في عدة اتجاهات، منها أولا اتجاه إعادة النازحين واستقبالهم
في مناطق المخصصة ومن ثم إعادتهم إلى مناطقهم وإلى تفاصيلهم في البلوجة وفي الكرمة وفي السحلاوية. الآن العمل على قدم وساق من أجل إعادة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الناس في أسرع وقت. أما الاتجاهات الأخرى فهناك اتجاه في المناطق التي تم تدميرها من قبل عصابات داعش المجرمة. الآن تعمل الكوادر الفنية بكل طاقاتها من أجل إعادة الخدمات، من أجل إعادة الماء، من أجل إعادة الكهرباء، وفير الوقود، وفير الغاز، وفير كافة المستلزمات التي كافة المستلزمات التي يتطلبها العائد إلى منطقته من أجل إعادة نفسه وإعادة إعمار ما تم تخريبه من مناطق سكناهم، وأيضا من وهم يتعاونون معنا في إعادة إعمار الخدمات لهذه المدينة. أيضا هناك اتجاهات أخرى في الانفتاح على الوزارات الخدمية، وهذا يتطلب تدبير من مجلس المحافظة. هناك تنسيق مع عدد من الوزارات الخدمية من أجل التعاون معنا في إنجاز الطرق والجسور، مثلا إنجاز المحطات الوصول، إنجاز المجال. طيب سيد شلال، سيد شلال، انفتاحكم على الوزارات الخدمية كما ذكرت، هل تواجهون صعوبة في ذلك؟ هل هناك تعاون سريع تجاوب من قبلهم؟ سيد شلال، الوزارات الخدمية التي ذكرتها، هل تواجهون صعوبات في التواصل معها؟ هل هناك تذليل للعقبات من جهتهم؟ وان شاء الله سوف نتغلب عليها في الايام القادمه. كما تعلمون ويعلم الجميع بان المنطقه هي لا زالت تعتبر منطقه عسكريه، ما زالت القوات العسكريه هي المسيطره، وهي الامر كله في دخول العوائل وفي حركه حتى الموظفين والعاملين. هو هذا السبب الوحيد او العائق الوحيد الذي نواجهه، هو صعوبه الحركه بين منطقه واخرى للموظفين والعاملين. وان شاء الله في الايام القريبه القادمه سوف تتجنب هذه الصعوبات. ذات يوم كان لنا لقاء ليله امس مع القيادات الامنيه في منطقه قياده عمليات غرب بغداد، وكان حاضر لهذا اللقاء القائد المهمين المسؤولين عن القرار في حال مثل هكذا تنقلات وفتح المجال امام العائدين في مجاولة أعمالهم، وأيضا في إعمار المناطق التي تم تخريبها. طيب إعمار المناطق سيد شلال الحلبوسي، إعمار المناطق الجديدة التي لم يعلن عن فتحها بعد، هل تواجهون معوقات في فتحها؟ هل هي الآن صالحة لإعادة الأهالي إليها؟ هناك مناطق لم تفتح امام العائد هذه اللحظه بسبب وجود مشاكل فيها، مشاكل عسكريه، مشاكل فيها بعض المنازل مفخخه، فيها بعض الطرق مفخخه. عندما يتم تعمير هذه المناطق سوف ننطلق في اعمار هذه المناطق، اعمار الكهرباء، اعمار الماء، ايضا فتحها امام الاخوه العائدين. ونحن الان نستقبل عوائل كثيره في عدد من المناطق، مناطق كبيره جدا تعتبر في مناطق الفلوجه، في مناطق القضاء الكرمه، في مناطق الصقلاويه. ومن خلال قناتكم الكريمه نهيد بابناء محافظتنا وخصوصا الاقويه التي اشرنا اليها سلفا بان جدا من قبل القوات العسكريه، وهم متعاونين معنا ومتعاونين مع الاهالي، ولا يوجد اي صعوبات ولا اي مشاكل في عمليه دخولهم الى مناطق. جميل. ومتى تتوقعون سيد شلال ان يعود كافه الاهالي الى مناطقهم بشكل تام، وتعود المدينه مستعاده ومدينه كامله بشكل تام، كل المناطق مفتوحه؟ ليس كل المناطق
المناطق مفتوحة، هناك بعض المناطق لا زالت هي مناطق عسكرية، لا زالت مفتوحة عسكرية بسبب المشاكل العسكرية الموجودة فيها، المخلفات العسكرية لم تكمل، الجهد الهندسي لم يكمل عملية تطهير هذه المناطق. يعني بسبب العمليات العسكرية وبسبب الألغام المزروعة في تلك المناطق يصعب تحديد سقف زمني لعودة العوائل إلى مناطقهم. شكرا لك سيد شلال الحلبوسي عضو مجلس محافظة الأنبار. ينضم معنا أبو زياد من بغداد. مرحبا بك أبو زياد. منذ أسبوع أو أكثر العوائل بدأت تعود إلى ديارها، لكن هناك بعض النقص في الخدمات. هل لاحظتم ذلك الشيء من خلال متابعتكم لما يجري داخل المدينة؟ شكرا أستاذ. أستاذ يعني بس أرد أقول أنه اللي يقول أهل الفلوجة ما يردون يردون للديرة يقول لك كذاب. القضية أنه المدينة بعد بيها تحتاج الناس تريد تشوف فد شيء تعيش عليه. يعني تشوف انه اكو ماي، اكو كهرباء، اكو خدمات. يعني على شنو نرجع؟ عشان نرد؟ اذا هي المدينة لحد الان اذا تريد توصل يوم ما توصل للفلوجة، وايضا مسألة انه الخدمات بالمدينة يعني حتى اذا يردوها تاخذ وقت، والناس خايفة. والله يا أخوي الناس خايفة. بس أبو زياد يعني مثل ما يقولون واحد يشيل الثاني، يعني إذا ماكو مواطنين داخل المدينة شلون تشتغل الحكومة المحلية بالداخل؟ اللي نعيشه من أجارات، من شغل ماكو، من تعب وضين عشنا، يعني خلانا نوصل إلى مرحلة بعد ما بينا. وهذا المفروض يشجعكم اكثر ابو زياد يعني العوده الى المدينه. والله اقعد ببيتك، وبيتك لا بيجامه ولا بي فانوس ولا بي دنيا، وتريدون نرد من الديره؟ لا والله احنا مو مريد نرد، ولكن نريد يتوفر لنا اللي نستحقه. اهل الفلوجه ما يستحقون، ابو زياد ما يستحقون اللي يتعبون طيب. عليهم المسؤولين. أبو زياد، وماذا تقترح على الحكومة؟ يعني ماذا تقترح على الحكومة لتوفره حتى تستطيعون العودة إلى المدينة؟ احنا ايش نقترح على الحكومة؟ هي الحكومة تسمع أحد، صار لنا سنين نصيح ونرجع لورا، ولكن اللي نريده انه قبل ما يقولوا للناس تعالوا ردوا للفلوجة، كان المفروض يهيئوها، يصلحوها، يخلون اللي يرجع ويشوف بيت عامر، يشوف المدينة اكو طريق. يعني على ايش احنا ما نقدر هاي الوضعية اللي موجودة بالفلوجة ما تصير يا اخو. فبالتالي احنا نقولهم للحكومة المفروض كان قبل ما يقولون للعالم ارجعوا للفلوجة، يعني يوفرون ابسط ما يمكن انه نعيش عليه، مو مثل ما العالم ظلت بالخيم بين المطار وبين الحار وتبهذلت، ومع ذلك ما حد دار لهم بال. هسه عين جو يقولون تعالوا ردوا للفلوجه. زين ردوا للفلوجه، انتم سويتوا للفلوجه. طيب ابو زياد ان كنت تتابع، يعني هناك الكثير من الاعمال التي حصلت في مدينة الفلوجة، افتتاح الأفران وافتتاح الأسواق وإيصال المياه، محاولة إيصال المياه إلى أغلب المناطق المأهولة بالسكان، يعني هذا يستحق التقدير والثناء لمن يقوم بذلك. يعني هناك عمل، هناك روح تحاول إعادة النازحين إلى الفلوجة. خي الفلوجة أنا بيتي بالعسكري، والأفران مال عبد الملك اللي فتحوها، أفران الملك هذه على شارع الثرثار. اذا انت من الفلوجه وتعرف المسافه بعيده، صحيح نص ساعه. يعني انا ما بي حيل وما عندي احد، زياد انطاك عمره، فبالتالي يعني شلون اروح واجي؟ فرن واحد نص صمون على كل هاي العالم ترجع؟ زين فرن الصمون وحده هو يكفي العالم، تاكل مي وصمون.
طيب شكرا لك شكرا لك أبو زياد، يعني نتمنى أن يكون الوضع أفضل لك ولغيرك من النازحين لتعودوا إلى مدينة الفلوجة بأمان وسلام وتعمروها وتزهروها أكثر من قبل. هناك آراء مشاهدينا الكرام لمواطنينا من الفلوجة من مواقع التواصل الاجتماعي، اقتطفنا بعضا منها، حيث يتساءل أحمد الراوي ليش منطقة الأزرقية ناسيها فد مرة، هي تعتبر الشريان الحيوي لتزويد معظم أحياء الفلوجة بالماء عن طريق مشروع ماء الأزرقية والمركز الرئيسي للخضرة، المفروض ترجع المناطق حتى تزرع وتؤهل، احتياجات المواطنين لازم تكون كاملة وبعدها ترجع المدينة. يعني هذه التساؤلات المقترحة من قبل أحمد الراوي من منطقة الفلوجة. بالأمس تحدثنا عن دور أبناء المدينة العائدين إلى ديارهم وكذلك عن دورهم في إحياء المدينة، وكانت هناك مساهمات منهم تمثل حافز كبير لعودة الحياة إلى المدينة. اليوم هناك صور جديدة لأول محل قصابة في الفلوجة، حيث باع كيلو اللحم 9000 دينار عراقي فقط، وكذلك فقد فتح محل بيع الأدوات الكهربائية والمولدات المنزلية الصغيرة لتوفير طاقة كهربائية. وقد يتساءل البعض عن الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات، إلا أن المقطع التالي سيوضح حل الأزمة، لنتابع معا. هاي الحمد لله اليوم اجى البنزين سعر الدولة، سعر الجليكان 9000 دينار. هاي بطول البنزين الفلوجة، هاي اليوم بالمحل تغيير بسعر همم، هذا محل تبيع مولدات، سعر الجليكان 9000 دينار. إذن مشاهدينا الكرام كما شاهدنا هناك حركة، هناك توجه لأهالي المدينة لإحيائها من جديد، هناك ربما بعض التخوف من المجهول، لكن واضح أن أبناء المدينة مصرون على العودة بقوة، مصرون على إعمار دارهم بشكل أكبر. وصلتنا مشاركة لمن يتخوف من إجراءات العودة، نشر أحد العائدين إلى المدينة قصة رجوعه إلى الفلوجة، يقول كنت نازح في أربيل منذ بداية شهر كانون الثاني 2014 ورجعت إلى بغداد لوحدي وما جبت عائلتي وياي، وبتت عند صديقي في منطقة العمرية، ثم خرجت من عمرية بغداد بسيارتي الشخصية على الطريق السريع، واجهتني السيطرة الأولى من قبل أبو غريب والسؤال الشهير الروتيني منين جاي وين رايح، عبرتها بسهولة بدون تفتيش أو مستمسكات أو أي شيء. بعدين وصلت إلى منطقة الصقور والسيطرة اللي هناك وكانت ازدحامات وتدقيق شديد، بعدين دققوا اسم رب العائلة بس عن طريق المستمسكات بالحاسوب وانطوني ورقة عبور خاصة بالسيارة، بعدين قاموا بتجميعنا بمكان بالسيطرة وأصبح عدد سيارات 10 سيارات تقريبا، وأخذتنا سيارة أمامنا ووصلتنا إلى السيطرة الثانية بعد سيطرة الصقور، وتم تدقيق بدون حاسبات فقط على الأسماء، تدقيق أسماء ومستمسكات وورقة سيطرة الصقور اللي ذكرها هو مسبقا. بعدين كما يقول طلبوا منا الوقوف بعد السيطرة إلى أن تجمعت تقريبا 15 سيارة، وأخذتنا سيارة أخرى إلى موقع جديد ومخيم استقبال العوائل والتدقيق قرب بيوت البورديني على الخط السريع، وبعدين لقينا مخيم لمبيت النازحين اللي يتأخرون بالسيطرة وأعطونا استمارتين لكل استمارة متكونة من ورقتين نملأها مع كافة المعلومات المطلوبة، طبعا كما يذكر يسرد في قصته، ونرفق معها المستمسكات، وبعد ملء الاستمارات
دخلت بعد انتظار طويل إلى غرفة فيها طاولة مستديرة، يعني وصف دقيق الظاهر وصفها، تحتوي على مجموعة من أجهزة اللابتوب وضباط برتب كبيرة يأخذون المستمسكات الكاملة مع مستمسكات أفراد العائلة، وبعدين الضابط يقرأ الاسم بصوت عالي ويأخذ الموظفين من الحاسبة يدققون الاسم إذا كان عليه إشكال أو لا. بعدين الضابط يقرأ اسمي أكثر من 5 مرات، في كل مرة ينادي أحد الموظفين من الحاسبة ويقول كلمة أبيض، يعني بعدين كما يصف أنه فهم من وراها أنه غير مطلوب أمنيا ولا توجد شبهات تحوم حول ذلك الشخص. بعد إكمال كل شيء وملء الاستمارات وتقديم مستمسكات كاملة في نسختين، خرجت خارج البيت وجدت غرفة فيها موظفين من شركة زين انطوني مجانا خط سيم كارت وباشتراك أسبوعي فئة 100,000 دينار وإنترنت مجاني لمدة أسبوع هدية من الشركة. طلبوا مني صورة شخصية ومستمسكات روتينية، وطلعت أنتظر مع الناس ما يكملون التدقيق بالمعلومات أصحاب سيارات كاملة، بعدين نروح بالسيارة مع العوائل اللي خلصوا معاملاتهم ودققوا فيها، بعدين تأخذنا دورية إلى داخل الفلوجة إلى بداية شارع الجيش الشعبي، وكان هناك كرفان صغير عملنا فيه استمارة معلومات أخرى وانطونا ورقة صغيرة فيها الاسم الثلاثي، بعدين ذهبنا إلى حي الشرطة وبعدين إلى مقر أمني آخر وانطيناهم الورقة اللي استلمناها بالكرفان بداية حي العسكري، وعلى ضوء هذا أعطونا باج آخر وخلونا بعدين ندخل إلى المدينة الفلوجة وإلى الأحياء التي نسكنها. معنا السيد يونس نازح، يونس صفوان، مرحبا بك سيد يونس. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بك. شلونك؟ أهلا بك، تفضل. أستاذ أنا نازح من الجزائر. أستاذ على مود شفنا التحرير الموصل. نعم. شلون لو 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 تعيد سؤالك استاذ يونس؟ على مود تحرير الموصل، تحرير الموصل. نعم. انتم نازحون من الموصل الى اربيل. لا، من الموصل لخانعاني. من الموصل؟ من الموصل الى اربيل. نعم. تسال عن عن عمليه تحرير الموصل؟ طيب شكرا لك يا سيد يونس. يعني عملية تحرير الموصل يعد لها حاليا الكثير من الآليات، الجيش والشرطة وكذلك وجود التحالف الدولي وكل الحشد الوطني وكذلك البيشمركة الذين اتفقوا على عدم إدخال الحشد الشعبي والبيشمركة إلى الموصل، يدخل فقط الجيش ويحرر المدينة. لكن ساعة الصفر غير معلومة يا أستاذ يونس، يعني دائما يعطونا أوقات مختلفة، كل شخص يصرح بتصريح يخصه ولا وجود لساعة صفر محددة. نتمنى أن تحرر بشكل نظيف وأن يسلم الأهالي وأن يعود المغتربون إليها بأسرع وقت، وأن تحرر كل الأراضي العراق وأن يعود سالما آمنا. معنا أيضا مشاركة من حج قاسم من الفلوجة، مرحبا بك حج قاسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل حج قاسم. نشكركم، نشكر هذه القناة الموقرة، نشكر الكاتب، نشكر المخرج، نشكر المقدم. أهلا بك. قناة موقرة وإن شاء الله جهودكم لم تذهب سدى. شكرا لك. نشكر القائمين على إرجاع العوائل، ولكن يا أخي العزيز معوقاتنا نذكر في الأحداث الثانية من كان الاحتلال الأمريكي وسيطر على مدينة الفلوجة، وفي ذلك الوقت كان الاحتلال يسيطر على كل المنافذ ولكن بصورة لإدخال الأخالي والعوائل بصورة سلسة ولم يكن جهدا على العوائل لإرجاعهم، والآن والله جهد كبير. جهد كبير نرى الأناس في المخيمات، في المخيمات، في مخيم العامرية وجميع المخيمات، العالم انهكت، صبرها نفد ويرجع إلى سيطرات ومن سيطرة إلى سيطرة. طيب حج قاسم، سؤال و... يعني أنت افتح
السيطرات. سؤال حاج قاسم، يعني أنت تتوقع أن النازحين يبقون في الخارج ويعيشون في المخيمات أفضل، أم العودة على ما موجود داخل الفلوجة؟ أي الرأيين ترجح؟ نعم، وما السؤال لم أسمع جيدا. السؤال هو أنت مع العودة إلى الفلوجة حاليا رغم أنها تفتقر إلى كثير من الخدمات، أو أن يبقى الشخص خارج المدينة نازح إلى حين إعادة تأهيل المدينة بشكل كامل؟ والله يا أخي الجواب أنه إذا كنت في الديار المقدسة في مكة المكرمة، يقول بيتي بيت الله، لا والله عمي احنا بيوتنا يا اخي بيوتنا هاي ربينا وترعرعنا بيها، يعني رقم المعاشي ورقم الظروف ورقم الهجرة ورقم الآلام. والله انا عندي 2 بيوت بحي الشهداء خبرني قالوا واقعات من انا سنقفش شيء طالع من الفلوجة. نعم. ها؟ ولكن والله ارجع بالخيمة احسن مما ابقى مهجر وابقى خارج دياري يا اخي. هذه منطقتي، هذا بيتي، شلون ابقى خارج المدينه؟ جميل. وهناك يعني نرجع للشغل ضمن المدينه نعمرها، ولكن كفى ما تحت من الاجهزه الامنيه من 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 الجيش من الشرطه من يعني يكون تعامل سلس، يكون والله نقضي اليوم في الماء، يعني ناخذ نشرب ماء ولا ناكل مو مشكله. ولكن 3 سنوات يا أخي 3 سنوات عمر لم أنا لا والدي لم أراه في أربيل، محمد مضحي وسعدي وجاسم وأختي وأخوالي وعمامي وأصدقائي وحبايبي. يا أخي أرجع على التراب، أرجع بيوتي والله مهدمة، بس أرجع أنه أشوف اللمة والشمل الثلوجي يا أخي. يعني كانت المأساة. نرجو من الحكومة ونرجو من السلطات أن يعني قليلا يعني ارحموا يا أخي، ارحموا حتى العالم ترجع. والله احنا هسه انا لم انام الليل منذ 3 أيام افكر كيف سارجع الى ديارنا الى الفلوجة الحبيبة، فلوجة مدينة المساجد، فلوجة اللي اهلها طيبين. يعني ماكو انت في الفلوجة ماكو فندق ماكو، ما يخلون احد ينام فندق الذي ياتي الى الفلوجة. صحيح. تعود حاج قاسم، تعود إن شاء الله الفلوجة أفضل، وتعودون إلى دياركم سالمين غانمين وتنسون الهم وتنسون الغم، وتعودون بإذن الله منتصرين وتعمرون بيوتكم، وتبقى دوركم عامرة بكم وعامرة بأهلها وضيوفها. معنا أيضا، وهذه المناشدات طبعا إن شاء الله تصل إلى المسؤولين ليسمعوك وليخففوا من وطأة المعاناة داخل السيطرات. معنا أبو علي من الفلوجة، مرحبا بك أبو علي. أبو علي تسمعني؟ نعم. يا أخوي أهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك أبو علي. أود أن أسألك، أنت الآن داخل الفلوجة؟ نعم. أنت داخل الفلوجة الآن؟ طيب. طيب كيف تنظر إلى العودة إلى مدينة الفلوجة؟ هل تتوقع أنها أصبحت جاهزة لاستقبال العائدين؟ والله أخوي إحنا منطقتنا في مناطق الكيفية، مناطق الشيابي، مناطق السجل، يعني لحد الآن ما فتح الرجوع إليها. نعم. نعم أنت على الهواء، تفضل. نعم. تفضل أنت على الهواء. ما شيخ علي، كان احنا نريد الرجعه يعني اليوم قبل باكر ان شاء الله. ولكن مراتب يعني لحد الان يعني لم يتم يعني لحد الان ما زالت يعني من شغله الابواب والماء والكهرباء لحد الان يعني لعائله الخدمات الهيئه. ان شاء الله ستعود كل المناطق ابو علي سالمه غانمه باهلها وتزال عنها المخلفات والعبوات الناسفه. شكرا لك ابو علي، نازح من مدينه فلوجه الى اربيل، وان شاء الله عودتكم قريبه جدا يا ابو علي وجميع النازحين. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل ثم نعود.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نذكركم بأن هذه النافذة هي لاستقبال آرائكم واتصالاتكم لتعبروا عن آرائكم عما يجري وعما يدور من عملية النزوح وعودة الأهالي إلى مدينة الفلوجة وإعمارها. ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور موسى إبراهيم، عضو المكتب لشباب في المشروع العربي. مرحبا بك دكتور موسى. يعني جهود الحكومة يبدو أنها حثيثة ولكنها تفتقر إلى بعض الأمور الخدمية، تعول الحكومة المحلية وقائم المقامية على المنظمات الإنسانية وعلى باقي المنظمات. أنتم في المشروع العربي كيف تبادرون وكيف تساعدون النازحين والعائدين إلى الفلوجة؟ بداية نشكر منبر قناة الفلوجة الذي أوصل صوت النازحين والمهجرين والذي لم يترك مكان للنزوح إلا وصلت إليه قناة الفلوجة ونقلت معاناة الناس. بداية أنقل هذه المناشدة، نناشد الجهات المسؤولة عن سيطرة الصقور في على طريق بغداد الفلوجة السريع التي لم تسمح لي ثلاث تريلات أو شاحنات لنقل المساعدات الغذائية، وهذه المساعدات جاءت عن طريق دائرة الهجرة وزارة الهجرة والمهجرين والتي تحمل أكثر من 3000 وجبة غذائية. سيطرة الصقور لم تسمح لها بالدخول إلى مدينة الفلوجة وعبور السيطرة، والآن هي عادت إلى منطقة العناز. نناشد الجهات المسؤولة والسلطات المحلية أو السلطات الأمنية المسؤولة عن هذه السيطرة بمساعدة أو السماح لهذه الشاحنات في العبور للوصول إلى أهالي الفلوجة، لأنه الموجودين داخل مدينة الفلوجة أكثرهم لا يمتلكون ما يمكن شراؤه، لأنه الوضع مأساوي جدا، والذين عادوا لا يمتلكون لا مال ولا غيرها ولا رواتب، والوقت الحالي المدينة في حالة الصفر أخي العزيز. رغم أنه المخابز فتحت لمدة أسبوع مجانا، رغم أنه الماء لمدة شهر مجانا، لكن الناس تحتاج إلى المواد الأخرى الباقية. وزارة الهجرة والمهجرين أرسلت 3 شاحنات، لكن سيطرة الصقور عادتها ولم تسمح لها بالعبور. اليوم أنا إلى الساعة 7 تقريبا أو الساعة 6:30 أنا في اتصال مع الأخوان الموجودين داخل فلوجة وخارجها، لم تسمح سيطرة الصقور، والآن هي السيارات في موجودة في منطقة العناز. أكرر يعني حتى أنبه أنه السيارات موجودة الآن في منطقة العناز أخي العزيز. المشروع العربي وأعضاء المشروع العربي وأمين عام المشروع العربي كلنا خدم لأهلنا سواء في النزوح أو في المناطق أو في المناطق التي تم إعادة الأهالي إليها. المشروع العربي بدأ بمساعدة النازحين في مناطق النزوح في العامرية وإقليم كردستان وغيرها. اليوم خطة العمل أنه ننقل كل كوادرنا إن شاء الله إلى مدينة الفلوجة لتقديم أقصى ما ممكن تأديته داخل مدينة الفلوجة من مساعدات عينية وغير عينية. اليوم حتى أنه إن شاء الله عن ننقل هذه إن شاء الله التهنئة من أمين عام المشروع العربي، وننقل لهم هذه البشرى أنه إن شاء الله سوف يقوم مشروع العربي بتزويج مجموعة من الشباب، ونعيد إن شاء الله الكرنفال الزواج الجماعي الذي تم في مدينة أربيل. جميل، هذه المبادرات دكتور موسى يعني مبادرات جميلة تعيد البسمة والبهجة إلى أبناء المدينة. هل تحاولون أن تصلون حاليا إلى باقي المناطق؟ هل تنسقون مع الحكومة المحلية والحكومة المركزية لتصلوا إلى باقي المناطق التي لم تصل إليها الحكومة؟ أستاذ العزيز، هي المناطق التي لم تصل إليها الحكومة كيف يتم التنسيق مع الحكومة في الوصول إليها؟ لكن إحنا بطريقة أو بأخرى من خلال الناس الموجودين داخل هذه المناطق التي لم تستطع الحكومة الوصول إليها ممكن العمل، وجاي نعمل على هذا الأساس. لكن لا يمكن الإفصاح عن الموجودين داخل هذه المناطق، لأنه من الناحية الأمنية تعرف هذه المناطق حكومة ما موجود بها وغير مسيطر عليها، فيتعرضون للقتل أو للخطف أو لغيرها أخي العزيز. لا سيد دكتور موسى، أقصد المناطق الغير مأهولة داخل الفلوجة، الفلوجة اليوم مسيطر عليها، المناطق الغير مسيطر غير المسيطر عليها
هذه بعيدة عن موضوعنا، نتكلم عن داخل الفلوجة. هناك مناطق يعني الحكومة تجد صعوبة في الوصول إليها بسبب عدم وجود المال، بسبب عدم وجود الكوادر. أستاذ العزيز، المناطق التي لم تصل إليها الحكومة المناطق مسبب، وإنما بسبب الجانب الأمني. أخي العزيز، إحنا أهم نقطة عندنا كوادرنا أنه تكون سالمة أولا وأخيرا، ما ممكن نفرط بأحد من الكوادر. الموضوع الآن هي طبعا المناطق اللي الآن تتم تنظيفها هي مناطق الجولان والعمق لحي الرسالة، العفو، مناطق الشهداء والعمق لحي الرسالة والجبيل وغيرها، هذه والشهداء. أخي العزيز، هذه المناطق إلى الآن لم يتم تنظيف العبوات من هذه المناطق. أما بقية المناطق إن شاء الله موجودين الشباب داخله ويتجولون، اللي هي إن شاء الله 11 بإذن الله، حي الوحدة، حي الجمهورية، حي الجولان، الجزء الأولي أو المطل على الشارع الرئيسي اللي يربط بين بغداد والرمادي. أخي العزيز، هذا إن شاء الله من حي الرسالة راح يتم عودة العوائل إلى، وإضافة إلى حي المعلمين. طيب دكتور موسى، ما هي المواد العينية؟ هذه الأحياء إن شاء الله 11 راح يكون إن شاء الله يسمحوا العوائل الدخول بها إن شاء الله. دكتور موسى، ما هي المساعدات التي توزعونها، المساعدات العينية على الأوائل التي تسد حاجتهم لحين أن يستقروا داخل المدينة؟ الآن أخي العزيز، الغاز توفر، فأصبح إن شاء الله الأرزاق الجافة يجب أن تصل، وإن شاء الله إحنا في القريب العاجل راح تكمل الأرزاق الجافة، وممكن إن شاء الله إذا وافقت الجهات الأمنية ندخلها، ما وافقت محتمل يكون التسويق من داخل المدينة بطريقة أو بأخرى، أنه نوزع للعوائل كابون أو غيرها حتى يذهبون إلى سوبر ماركت أو سوق أو محلات الغذائية، وعن طريق هذا الكارت يكون ممكن أنه يشتري اللي يريده. طيب في باقي المناطق دكتور موسى، يعني غير الفلوجة، كيف تحاولون الوصول إلى النازحين، وهل تشجعونهم للعودة على مدينة الفلوجة؟ والله أخي العزيز، عودة النازحين يعني عودة العوائل إلى مدينة الفلوجة حقيقة عودة غير متوقعة، لأنه كانت مدينة الفلوجة على اعتبار هي لغم يريد على وشك الانفجار أخي العزيز، أو يتعرض إلى انفجار أي واحد يدخله. لكن موضوع الحمد لله والشكر أنه هذه العوائل عادت بسرعة غير متوقعة، والعوائل ما تحتاج إن شاء الله أنه ترجع أو واحد يحفزها للعودة، إنما هي العوائل متهيئة للعودة، لأنه وعت العالم إلى أن الموضوع مو موضوع نزوح ولا موضوع، الموضوع موضوع تغيير ديموغرافي أخي العزيز. أنا أهجرك وما أرجعك لمنطقتك حتى أشغلها بغير واحد. طيب وكيف تواجهون هذا الموضوع، موضوع التغيير الديموغرافي؟ هل هناك من نشاطات تقومون بها لتوعية الشباب بأهمية المناطق المستعادة من داعش للعودة إليها رغم الظروف الصعبة حتى لا يحصل هناك تغيير ديموغرافي للمنطقة؟ أستاذ العزيز، تبنى المشروع العربي ومكتب شباب المشروع العربي وضع خطط استباقية استراتيجية إلى مجموعة من الشباب لوضع خطط إلى أو آليات وأولويات العودة أو أولويات قبل العودة أو بعد تحرير المناطق من داعش. فالشباب الآن مستعد على استعداد كامل وعنده وعي كامل لما راح يجري في هذه المناطق، فلذلك تشوف أكثر الشباب بدأت تنطلق إلى هالاتجاه هذا والعودة إلى مناطقها، وكان وما مهم انه الموضوع كان خطر او غير خطر، يتحمل مسؤوليه وغير يتحمل مسؤوليه. والدليل امامك اخي العزيز انه الشباب تقدم في التطوع لتنظيف المدينه، شباب تقدم لاستقبال. انا اليوم يعني ويا الشباب انه قالوا احنا نحتاج الى حاسبات زياده، لانه ما نقدر نسجل غير 200 عائله، نحتاج الى اوراق استماره الدخول، نحتاج الى قرطاسيه، لان موقف انت مثل ما حضرت جنابك تشوف انه اقلام ماكو، نحتاج الى كتبه، لانه قسم من اللي يرجعون ما يعرف يقرا ويكتب يحتاج الى ملء استماره الدخول. الشباب ان شاء الله ان شاء الله مهيئ وعلى استعداد، واحنا اخذناهم وقدمنا لهم اكثر من دوره في هالمجال هذا اخي العزيز، داخل مدينه اربيل وخارجها وفي مناطق العامريه وغيرها. طيب دكتور موسى، ذكرت في بدايه حديثك عن مشروع لتزويج الشباب العائدين الى مدينه الفلوجه، كيف يتم هذا الموضوع؟ كيف تنسقون مع الشباب؟ ومن أي الطرق تساعدون الشباب على هذا الموضوع؟ عفوا أستاذ العزيز، ليس في مدينة الفلوجة فقط حصرا،
الأمين العام للمشروع العربي أقر أنه سيتم الزواج الجماعي في كل مدينة ممكن أن يتوفر فيها الجانب الأمني. أرجع وأقول لك يهمنا أولا وأخيرا أمن المواطن، وبعدين إن شاء الله يصير الكرنفال العرس الجماعي. سيتم من خلال التنسيق مع كوادر المشروع العربي الموجودين وبعض الشخصيات الموجودة والنخب والشيوخ العشائر الموجودين داخل مدينة الفلوجة، وأكثر ما يركز شباب أو المشروع العربي أخي العزيز على الشباب الأيتام والمحتاجين أكثر ما يركز عليه، وهذا ما حصل في الكرنفال العرس الجماعي الموجود اللي حصل في مدينة أربيل. التركيز كان أكثر شيء على المناطق، وقسم منهم مو من المناطق المحررة حقيقة، المناطق اللي بعدها خاضعة للدولة واللي جت عن طريق مكتب المشروع العربي، مكاتب المشروع العربي، وتبنى المشروع العربي دخولهم إلى أربيل من ناحية الأمنية ومن ناحية الكفالات وكليته، وقدم لهم سكنهم وكل إلى أن من دخولهم إلى عودتهم. جميل دكتور، هذا يحصل في مدينة الفلوجة. هو هذا ما أود أن أسألك عنه، يعني مدينة الفلوجة ما هي المهرجانات أو الاحتفالات التي تنوون القيام بها لإعادة البهجة داخل المدينة؟ والله هو البرنامج الأول يا أخي العزيز لإعادة البهجة هو أنه توفر ما ممكن توفيره من مساعدات عينية ومادية إلى أهالي الفلوجة في سبيل إقامة أو عودة عصب الحياة إلى المدينة، رقم واحد. رقم اثنين إن شاء الله بعد هذه راح يبدي المشروع العربي في أقرب فرصة ممكنة في كرنفال الزواج الجماعي داخل مدينة أربيل، وإلى حد الآن الرقم لم يحدد بعدد الشباب الذين سيتم تزويجهم داخل المدينة. جميل، شكرا لك دكتور موسى إبراهيم، عضو المكتب مكتب الشباب في المشروع العربي. مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم في هذه التغطية، ومن التعليقات التي ترد إلى البرنامج الآن على البث المباشر للحلقة على فيسبوك، يقول أحد المشاركين: إذا العوائل ما ترجع للمدينة ما راح ترجع الحياة، حتى وإن وجدت بعض الصعوبات وقلة الخدمات، لكن المفروض نحتمل ونتحمل هذه الصعوبة لأنها ستكون فقط في البداية، العودة إلى أن ترجع الحياة تدريجيا لهذه المدينة. وأيضا يقول عمر محمد جياد في تعليقه: بس قول لي رحمة الوالدك شو وقت ترجع بقية المناطق، والله تعبنا، خلي يرجعون بقية المناطق، شو ينتظرون؟ العالم راح تموت بالمخيمات، والله عيب، كافي، ترى ملينا. أما براء سلمان فيقول: الفلوجة تحتاج جهود أكثر لإعادة الحياة، تحتاج تكاتف من أهلها وتعاون مع الجهات الخدمية، ما دام أكو عمل متواصل إذن أكو عزيمة على التغيير وإعادة النازحين. الله يبارك بكل الجهود ويعيد المدينة إلى الحياة. آخر اتصال معنا من أبو حمزة، مرحبا بك أبو حمزة من أربيل. أبو حمزة، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا أبو حمزة، تفضل. أستاذ محمد شلونك؟ أهلا وسهلا أستاذ محمد. بخصوص رجوع مدينة الفلوجة أدي تفاصيل هواية. نعم جميل، تفضل أبو حمزة. أستاذ محمد، بخصوص الشرطة التايبين، يعني نطالب قناة الفلوجة خلافنا بطرح هذا الموضوع، يرجعون له لا، يعني جماعة يقولون ارجعوا، جماعة يقولون لا. طيب، غير هذا الموضوع أبو حمزة، غير هذا الموضوع، يعني شلون تشوف عودة النازحين إلى مدينة الفلوجة؟ هل هي مبشرة بخير؟ يعني احنا طلعنا من وراء داعش، نعم، وهسه موجودين من الميليشيات، يعني اكو تخاوف هواية، نعم، يعني اذا تجي وتسمع اراء الاهالي الفلوجة كل من يقول لك اني والله اخاف ما ارجع. شكرا لك أبو حمزة، يعني هذه الضغوط وهذه الأمور تواجه الكثير من النازحين، وإن شاء الله تحل بأسرع وقت. موضوع الشرطة التائبين، يعني هذا أيضا يبدو أنه أخذ وقت كثيرا، وموضوع المعتقلين وموضوع التخوف من الاختطاف، وإن شاء الله كل هذه الأمور تحل وتبتعد عنا تماما. مشاهدي الكرام، نحن مستمرون معكم في هذه التغطيات حول عودة النازحين إلى مدينتهم، ونذكركم بأنكم تستطيعون المشاركة عبر الفيسبوك أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعبرون عن آرائكم وتشاركون في الحلقات القادمة آرائكم حول عودة النازحين إلى مناطقهم
المستعادة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.